الراجل لما يجي يحط التشكيله يحط ثلاثه مين وبناء على ايه؟ بص، قبل ما نتكلم في النواحي الفنيه من ناحيه نص الملعب، اتكلم برضو ايه، نتكلم على منتخب مصر. اتفضل. منتخب مصر في كل حاجه، ايه، في المشاركات. يعني انا عملت احصائيات برضو لمنتخب مصر من خلال الفتره الامم الافريقيه، احنا في رقم واحد في كل حاجه. يعني احنا اكثر مشاركه ليه عملنا 25 مره، واكثر فوز 60 مره، واكثر برضو وصول للنص النهائي 16 مره، واكثر وصول للنهائي 10 مرات، واحنا حققنا رقم يعني 7 مرات بطوله. منتخب مصر ده يعني حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لافريقيا. صحيح. عشان كده يعني ايه، انا كابستر صبري، انا يعني اتكلم على اللعيبه، بالنسبه للعيبه اللي هم رايحين البطوله الامم الافريقيه دي بالذات. الماتش الاولاني، انا اكلمك عن نفس البطوله، الماتش الاولاني ده هو المعيار للمنتخب مصر. بمعنى ايه؟ يعني احنا نبص على البطولات احنا اللي اخدناها في ايه، في من ساعه اخدنا حملنا من 98. اول ماتش لينا ده لازم يبقى ايه، انا اكلم بقول للعيبه لازم يبقى نتيجه واداء. البطوله البدايه دي مهمه بالنسبه لنا. صحيح. يعني احنا اول ماتش بتاع 98 كان موزمبيق، اول ماتش لينا كان احنا مركزين تركيز جامد جدا، بندي رساله قويه للمنتخبات الافريقيه والخصوم كلها. منتخب مصر يبقى انت عايز اول ماتش ده يبقى ده اداء ونتيجه. بالظبط، اداء ونتيجه. يعني احنا كسبنا موزمبيق، كان ايه نتيجه 2-0، وكان ايه اداء كان مميز جدا. نيجي بقى ل 2006، الماتش الاولاني كان مع ليبيا. كسب 3-0 منتخب مصر. كان البدايه قويه جدا جدا لمنتخب مصر، ادى رساله لاحنا المنتخبات، لا احنا منتخب جاي ياخد البطوله. نفس على 2008 كان مع منتخب الكاميرون 4-2. يعني بص البدايه، في الماتش ده نزعل. يعني بس بص البدايه كانت عامله ازاي، منتخب مصر كان عامل ازاي. الماتش كان قوي جدا، بتلعب مع منتخب يعني على اعلى مستوى جدا. 2010 نيجيريا 3-1. 3-1. بص البدايه، طبعا اعتقد كنا متاخرين يا كابتن. 1-0 كنا متاخرين. 1-0. يعني البدايه كانت مهمه بالنسبه لنا. عشان كده انا بقول للعيبه ان شاء الله باذن الله الروح اول حاجه، والبطوله دي يعني مهمه بالنسبه لكل واحد فيه طبعا. عشان كده احنا لعب موزمبيق، موزمبيق ده لازم يبقى ندي فعلا رساله للمنتخبات كلها، منتخب مصر يعني جاي ياخد الايه اللقب ان شاء الله باذن الله. اما في ناحيه النص الملعب الفنيات، انا هكلمك مهيب. انا اللي احنا فيتوريا عامل يعني الصراحه عامل توازن كويس جدا. ماشي. بس في نص الملعب اختارك تروح لمين؟ انا اروح لرقم 6، حمدي فتحي. 6. ماشي. التمنيتين بتوعي مين؟ انا عندك ايماء، اقول لك الاسماء. لا انا النني يلعب ناحيه اليمين هاف رايت. ماشي. يعني يعتبر هاف رايت. ماشي. ودريزيجيه يلعب ناحيه الشمال هاف ليفت. تريزيجيه. احنا من نوعيه، بص ستة ده هتطلع تريزيجيه من مركز الجناح، من مركز الجناح، ويبقى مرموش بيغيروا مع بعض. هو لعبها قبل كده بس بيغيروا مع بعض. بس 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 خد بالك منها، هتقعد امام عاشور وتقعد زيزو. بص احنا طب فرد واحده تقعد، انما الفردتين يقعدوا. فيتوريا بيلعب، لا يعني احنا بيهاجم بيلعب 4-2-4، بيهاجم كده فيتوريا. لما بيدافع بثلاثه 4-3-3 بيدافع. عشان كده انا النوعيه ان انا مجرد حمدي فتحي عنده ميزه كويسه قوي. حمدي فتحي رقم 6 ان هو بيلعب دماغه كويس قوي. حته حجازي ومنعم عندهم عندهم نواحي دفاعيه كويس، بس فتحي عنده ميزه ان هو بايه يقدر ايه يكمل مع يعني زي ثلاثه. انت اختياراتك في نص الملعب رايحه لحمدي فتحي، وتريزيجيه والنني وثلاثه ثلاثه طبعا صلاح ومصطفى محمد ومرموش. دي اختيارات. ده يعني ده طبعا في اختلافات كتير قوي في كل واحد بقى وجهه، بس انا وجهه نظري يعني ان واحد الدفاعيه دي مهمه جدا منتخب مصر.